diciamo, Ashura è un po' scelto, a presto che ci si può dire che ha tutta la sua parte, ci si può dare un po' di وإشلاما أشورا مقدش ابنون تيخو بي قارق مشي قوريل بشارة تطلع من بخط ملاكوت مشخلي بيدانا من يوم باثر يومانة خوشيبا هما شتولنا قصة ريسر بيوما قا سيدني تايم قد تولى خمتة من أمريكا وكندا بنيوم تي خلقاتي أن يومانة خيني هر توي ساب قطسا هتخم موضوع ابنون تي خيقا إلي ماس تايم دخيل اختيامل خبوي قاري قال كل خبر صوبة تشكيل مداندي وثيتين بروجي خون دي مشي قوري القدان تيلي وضل الشيء أنه في ديوادي قدان تيلي معقوبة معلوقة قدان تيلي يولي نصيحتي قدان تيلي يولي ايديس تخمنيات خاثة مكيو بريشي كمان ما نهايتو بسيمة رابا رابا وطناد من تمنى خب يوم تي اختيذيتو خرزن إلى لايف الباثة فيسبوك خشمت موزز زي قوريا وهر هادخ اليوتيوب خشمت مارسيلو موشي بن أمتي مدموعي بني أمتي حكمة برسوبة إن لا ملبخلة بي أرخى ليلي بي يعني هن مثوية وراقي متولقة منهن مصبطيات كل مصبطة مصوت منهن هلا آني بتخمن تديهني وهلا قفيلة لمخان إذ حكمة قمطيلي ما رأخني عقوبة خلموشي بتكثاو قديشة أو راقة لي أنا لا أرقن عزيزي إتلي طلاقي بشبطة بلكيون مصروية خلق كافة ما صدقاتي معلقة قداني تيلي دويلة مخان بين يومنا خفي ديزورة بن أمتي شمخرة ودير الله بوك نديم قديم نديم يقود بقر بدرا مامان بقر بدرا قريب بقر بدرا قريب نعلى على بدران شلع قلبي بدران
قريب بقر بدران قريب بقر بدران قريب نعلى على بدران شلع قلبي بدران قلتي قريب قريب نمتي ما خكمه بوك بدران شلع قلبي والله شلع قلبي والله قم لبي قم متيله خفيله خفيله فبهر بلا بوق نديم لومتي هذه أنا قلت إخسال درخة بلومتي خبي قارك هذا نتيش كده درخة كلها درخة يعني مو بلومتي يعني شهادة يعني درجة يعني مو جملك أول درخة لا هذه أو أبو الدرخة مو 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 في بالي فرق وبالخاء دكتور مهندس معلم وزير رئيس جمهورية بلومتي قلت لي غلطة دوخ من رئيس جمهورية وصليت هالوزير الدفاع وهال إفقاد خسر لنا معارك غليت لخط الديانة وإذا الانتحار مقتل لجنة للك بالجنة قير الديانة للك بالتبنيون إذ دكتورة ياوف عملية غزيلا والإبراشية وإعلامية مصر مثل يقام داري قناية دكتور بلط لمحاكم وياما نبل دكتور المحاكمين ودكتور خسر لنا الله سنديانة مودي سبغليت مهندسة بروجكت يقول لي خا بروجكت غلطة خا جودة بطيلة أو خا شيمنتو لدري اللي كيف جا ورابة طريزم بنت العمارة بيقى لمهندس نبلة للمحكمة رئيس جمهورية يقول استقالة بريطة لجمهور مرة لبيخ بريطة استقالة لي وإذا خمدي غلطة لي وزير هادخ أخينا هادخ أجد آسخ دو أبو الدرخة ومغزخ له غلطه دي هو اللي غلطه قدام من دي قمودي ان دي اني اسقي اقلي خراي نو اول شو قلت له وديانه دي مشيخه وانا لا 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 ما دامت لي خال باسط ار باسوب اخدينا بولي من تلقى مغلط لك لكم صوت فقمودي تدخش قال لك من دي جورا او اي قدسيه قد يشوف تي تمثل اللي لا تصبر اختي لا تصبر ان تغزل لان قلت شو كون اخلي خزيخ للتمريخ احنا لا مصور لي ولا غلط الفاميلي دي بالعكس يقارديه مسجد خي ما كيف بخير عشان قام دي ما خي أبغدو من دي إلى غليط فبليس قداني تي لدوير لبتوك ولا خدش المخاخ خا مودي لني شوخ من دنا خورزة وخالم أنا نيش دي ما بلط الدزوثة أجبال وخش ريشي لا أجبال وختاب بلط ما بلط لي غلطة مرموش أنا مدي أنا تيك مرلاتي غلطة لا ما أثبتتي لبسوسة مين أنا خالي مرتلمي أنا ومن دي لي قبلني بلومتي أنا كمان تركيز هذا المرء إيش الشمون نور الصندوق على من يخلي قد سب أوقات دين يقودا دانت إسوالا خشان صراب الغورة قد تاوي توصل مسألة قدنا رشان دين تهدية وقد تمرنا أخو رجل دين كأشورا قدي لا أوث هيش من دي سب كثاوي دي ليش أوك كثاوي دي ليش أوك مرء إيش الشمون هل شيت 1948 إيوة أمتنايا صرف وبريخ علي والحقيقة يجب أن تقال بس من 48 تيلا بلتا المهابات الحكومة المهابات القرشية جوئيرا ومشورية لخكمة إيراناي مخاي وقطالة من قرداي بيلا لقى مقلاثة أن دي ينزد يلي مار إيش يشمون إلا هني ولدستور ما لتبيت الخكم أوكي يعني أنا أخ قائد مار إيش يشمون نور صالي صندوق قائد كمتها ومردنا وليب ابن أمتي ومثقف وبني بسط متيت ومتولي إن له ماري لبا لا أزشوا له لقام يلك هوا ماري لبا زو أدي أخني ابن أمتي أخني خاولي زبطلنا أرافة ديين إذ يشقل لبثواث إذ مولي بيتو دخي إن أخني لبا شخاء ولق ما أقدر أقول دي ولق من دخي شكلك لأرافة ابن أمتي هل إدي يوم ولا بلاشرش إغزاء الدول العالمية أن أصواتها جورة جورة ولا باش مقدر إيش حق قطة إبرة يعني مشكلة قطة إبرة مني يعني مو بس هنا لا دخي آتي شغلة أو بردي لدخي شغلة دخي توزع أوكرانيا أوكرانيا ورشا دي هذه نبل بدي حرب العالمية توي شر كل الدنيا توي فبنقومتي أخني جالك ما قتل إخوة بدانا جالك كيف بسحد بدان ليه ما ريش إيش ما مال لا متوبوا الخكمة متوبوا الخكمة أوكي متوبوا الخكمة بدانا دي يا أخويا ده مري أخني إتلن مري آتي بديرة قادو رئيس أخويا ده تبي لا أشوراي
ترى انا لدر هدي تيم صوت انا لدر بس ايه توالي تخا مقتل ولا جاني دي تمام خلاك ولا توري بشري لكنت خبارخ من دوكس التيل بنومتي كنت خبارخ هو ذاي كميس ولا جو اسرائيل قالك ما تخلى او توص هم ماشي بنومتي لانه هو ذاي يقتدى به كميس ولا جو اسرائيل انا اتقم اتبر كل هالاديوم شر جوزة تدنجا وابنون قد مبني قد هاي الاصر ويلي اصر ومقتلة اخلي لا بيخش اخلي اخوة حقو ياسن ان زبطانة دي اثوالا اخني بلكي فوج كامل على تلم دقلي لي ما بطيلي فصيل وفوج لم تخارج جو حزب الديمقراطي الكردستاني من مسعود مال مصطفى بارزاني ينقش يدق الحكم صدام واثوالا هر هذا جو حزب الشيوعي قامودي انتي لجو حزب الشيوعي وانتي لجو حزب الكردستاني وانتي لم حكم العراق دانا ديا ما ايش شمتي ولا باور ادي اتي ليش كله سياسه من اخوانا لا ورينج بوليتيك دمبرخ لا بخت خلي امام مرنا لجو فيديو مرة انت خيادة كريبة لما رئيش الشمع مرة هم اختو تيولاخ وشكلاخ ويولاخ من خكمة هم مودي تسبار مني لخكمة مرة اخني ليه مودغ بنا قريتة تيلي سيتي وكسلن إلا ما سيتونا خكثاوة من مرئيش الشمع مرئيش الشمع لا يولي كثاب نوت هدي آتي لبيد مقتل التجانب آتي رئيس ست لبيد دارب قائد جير كاو قماء آتي لبيد قبلنا يكون له ريش بس دوك ساوي ولا قداني مريابة يولا بشكل او اجر زرني امتي شيء تشوي انا اخي بصوت شيء شوي شيء وخاشي وثلاث شيء وثلاث شيء واربع شيء وخمس شيء قم قطي ولا سهله هذه دانا دي اخي بيشيخ وخلاني مقول ذاي جودادك ستي اخواني يعني شيء تشوي يعني زيتو خزيتو دقيتو من صفنا من نيرو وريكم تثيتو هل صفنا كله وتزيتو البرواري بالا ومن تام تثيتو الزاخو تثيتو الدوك صليتو سهل نينوى دشتت نينوى اخي رابخ وخلاني بنومتي رابع خود دان يعني بدانا دي يا أخني ما أنا ما رأيش شو أنا قلت لي في العراق أمه وخمسين ألف جناسة كلي الأرخ دي أمه وخمسين ألف جناسة بويا مبدومتي يعني خمسين ألف مقاتلين إسوال جيش تلوي لا إسوال يعني ده أخني أنا من مغزول لا فانا من مغزول غلطة ما إيش شو مقاتلين بس قرار دي جودة دانا لي ولا أخوه بل كيزت يلي الملت إن ملت لزدت الذي ملت إلا ما قطع لشكل خولي ويا جباسي يناولي جالك يعني من ما ربنهم يعني خباور جالك دانا جالك يبريخ معما صدام قلب ولنا صدام لقلب ولنا احنا هرق لي بلي جو سياسة ابن أمتي أنا ديا إن يزن خاء ديا مضرة نديسة دي شيخان يسفني قدي ين خابر ين برور ين أكد إن مضرة قد يزن سطانة لي دختي لدي كلك شاوة إسرائيل شيطان أكبر ما تنيدي قويت دي إن يزن شكلنا باسي مدرنة متني ذي قوي ذي ولس خم دي تلو ذي الغاية وبرر الوسيلة أمر الله على باية فبدانا دي ابن أمتي وأنا شمالنا بخلي ما مدخل الأسطان بخير مرة صوت أخوه هي 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 لا لا قل سأل بزول إلي مؤمن لا يتو تريبس واسم جم جم يدي ما ريش الشمون بشي الشوي قم ضريلة وقم يولي كله قم ضريلة جنس العراقي اللي وقم ضريلة فلان وفلان وفلان وكل أمران شكيلي ويقضاء كل بلال كله وذال بس تهل باور ديو هل آتي لبا أخوتي وتام قم هل لا لا يوال لم برخة لبن لم بذا وآب جان دي ديارة لمارانا هل مخبورة داخلية ومخبورة قفلان أو قفلان لا 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 لوال شمخ بخلي إماما مغزونة بخكمة مدانة قمت وريد خوز شمخ بخلي إماما مودي لمارا ومغزونة أخو شكلة خكمة برسوبي دخينا مشدرة برقية لحكومة العراقية نورة صالة صندوق قد يشوثة ماريو سبخنانيشو من جريدة المبطلة من مواقع وليتم خموقع بلتلاني اللي يجنيه من الانجاب زول ابن أمتي ونبليتو باري زول وزول دخاش قلتو يوتد كهني دين من الحكومة العراقية أنا لن مرة خلن باليوم الحكومة العراقية تسوالي ذي قفتر ولي شي شمو أنا هي شغلتو لأم قم حكومة العراقية تسوالي ذي قفتر بس اخي خمول اخوي دي استغلال فرصه ابورت صدام تي ولا قديم تخوي اللي تيخذ وارنا واصل بشيخه تبيه تخكم العراقيه كم تمر سوق بخ اخي تخدي وراس وخشبي طلع ولا جيل صدام دي او يخذ ولا انا قرزاي هذه جبال قرزاي تخو اخني بدانا دي ابن خاص مودي لما را بخت علي امام بيوم في دار خما ما سي تختار كليل وأمر بالوخن بختمة
فرسوك دي نريد وخيوت السح دمر إيش يشمون دي نريد خشار الخي خمن تنجب بعض دي لسهدة مر بنيان الشمون تعاون لا أحكي يوالي خي دي خالي أقنقع صورتها إن هالحاجة خيول لكونة برمض في مرشمة دوخة قبل جدا عطريتها فخاميته خاميت الجدو ونابلت جاها أنت عطريتها لقاها كلهم يطيف اللقية وأوفر صفخينا إلى ألم عن خلال اما نوز كوبيله بنوتي الى خالد خمط راندين لخ يريد برابس باي ما فست اي ثينك حسب ما تشميل يعني او بارسوب اسوالي باور بنوتي يا امري علاقه دي من احمد الحسن البكر رابخ انت حسب ما تشمي انا قلت يا ذيلا بليز قلت يا ذي منا قصتي تاخني تلخ بذيلا بليز بارت كسلن وما ذيلا قاملت نبرلي رابخ لاني ويو وأول ما تيو مثل ما تيو قط وسخلانا إذا سياسيين منا تاو حكيم الله بلكي الإعدام إيم بارق ولا الله عليك ليه التمس قديم أصورة إذا كم لسه ولا باسبور بالترقية مثيرة باسبور قديم يعني بليخ اللي رابص في بليش أي بليخ اللي تدي أمرديا رابخلانا اللي بليخة مدر لكل حق وياس تيو متلقى لبسوسة مرش منش يطلع تاو مخرم اللي مبلط اللي بقطر اللي مخرم يعني مخرم اللي جنسية ومبلط اللي ولا دير له أو أمانوس كوبيلا إثوالي إذا بديهم تتيلي مضر لمر إيش يشمون ويولى كل حقويات دي مضر لكل حقويات مضر لجنسية العراقية دي فهم هادخ إمامة بشكارلة شمد أما نوز كوبيلا يعني إثوالي إذا قمضر تطمر إيش يشمون ومضر لكل حقويات دي أوكي شمخ مقدرالي فش إيثا إيثا وأنتا إنا نتخلي رابط فشية من حكمة العراق وتغرب له مضرة فتهدى مالي شي شمال فده ضعنا قنعته ضر العراق وضره وتفضله بملته وبأمته وبجيته خدي خيته وشخطانه كله آها يشكت وحكم العراق يشوقه استهدى مالي شي شمال أخدش منه وتدلن ويلي أخذتها من حكمة وقيدة من إيتا ومن أمسا إيش ما يتمو دي لمارا؟ كان رابع سورة وفشتي من الصناية في مدلة عليها ما نخلت الأمانو والسوبيلة وأفر سفاقين البين مدخرنا إلي عاشو قليتا إلي هنا شوية جو إراق من مرشمون من ناس تفتشنا ويا طموما الترجمة من ديالة سعدة ما بيش يشمون ضيوة هم تنبعنا من هكم الزراع سعدة الفور ورابط من هكم الزراع فسعدة ما بشمون ألها ما نخلت وقفر تفاقينا إلى تمام ريالنا من شمال أخو مودي مرة بنومتي يعني شقال تويو تتمر إيش يشوف من الحكومة العراقية رابا خلنتها رابا خلنتها ورابا شو لقيا قلبي إذا أمنوا الاسكوبيلة وهارا دقي إذا لقاشوا قليتا ويشقلي يوم حكمة ومار إيش يشمون هدق خراتاوتي وجميع أن جماعة خياتي ولا أطولات لبك هذه دي أختي لما إماما طلابة مني دي صدام مرة لبين أختو بين أزيت ومثيت وليخا وراقة من مودافة من مرئيش الشمسة بقاو إلي مسؤول كل أشرايك الدنيا أخني مودخ باو مودخ بيه ليه مودخ خخيرها أختو كمت تسقيتو كمت صاريتو لتلاقو أو باور تتلي مرئيش الشمسة وأخني ويتشيز بلاندي وخمدي سباي جارك قتلخ ما قتلخ ولش كله قلها أفرواد جارك بس لالي بذلو إثوالن بلاشي وإثوالن رابو بلاشي ورابو قبنونت فأي خمس بطة خيتا كت كهني دين إثوال شقلته يوته من خكمة مغزنا خو خشكلة خينا بنيومتي أول شكلة إلي
مناخم مار إشي شمون صورة مار إشي شمون في مطار بغداد الدولي مغادرا العراق للمرة الأخيرة سبذية ل يعني حكمة العراق ليش كله يقول من يديه لو ذلبت حكمة العراق حكمة العراق نوم تي مودة تخمن يديه بيتلو جيش جيسة أشوراي صرف قد مخي وقرداي سب قرداي حكم الذاتي لبا يول ولا يساني ولا فمرق أشوراي كتي لمثواث دين وكت إلى أرعادية وكت كل من ديان ديني لو بتخو بش خلال من قرداي صدام أو حزب البعث دانا دي صدام ليو جباول على قرش تشوي ين أمرك صدام مرة قد قمر إيشي شمونتا ودلو جيش وأخلي كيف كل خمين دي طيارة ودبابة كم بايت أخلي صندوق له بس أنا شكلك وأخلي ينخ قلب ولا صدام بس إن بشيخو من تخو بيشي قوار آثن تخم توبل دخمير على مر إيشي شمونتا وبيتو الخطمة تو بخلا أجل بيش خو قافران ده بلي بكي أفرادين كل صدام بكي أفرادين بس أخني هل بيش خو مورية ولا ذا بيش مورية يو قتل جو حزب الكردستاني يو قتل جو شيوعي يو قتل جو حرب العراقية الإيرانية بحكم الصدام يعني أخني زلنا وأرافت شكله من إني كل من جاي أول بوينتي فأخ الشكل مال إيش شو بعد فشل مفاوضاتي مع الحكومة العراقية ويظهر في الصورة مجموعة من ودي بينهم وزير الداخلية العراقي سعدون غدام أوكي مخزن أخو خشك لخينا بنيومتي إلى مناخت على نور صالة صندوقه إلى ماريو سبخنانيشو مش هدور إلى خكثاوة حكومة العراقية برت إلى إثيا مرئي شيشمون العراق وخيشة وغزية لحد استقبال قمود لحكومة العراقية كمان شيشمون مش هدور إلى خكثاوة على مالي خلص نور صالة صندوقه ماريو سبخنانيشو شميتو مديل مارا أختي قريتو لو أد بي أي أو شكلة مشدرة نقدو أدوم مايل أخذ خلي ما صيتو قريتو لبس أمرنا خمودي لمارا مارا من نائب غبطة الباترياركة مار إيشي شمون باسم صاحب الكرسي الباترياركي للكنيسة الشرقية القديمة في العالم والشرق الأوسط والعراق بشخص الغبطة الجالس سعيد المار شمون الكلي طوبة إصالة عن نفسي ونيابة عن غبطته نشكر من أعماق قلوبنا مولانا القائد المنقذ المناظر المحبوب المهيب أحمد حسن البكر رئيس جمهوريتنا الجليل وإلى جانبه نقدم شكرنا إلى حضرات أعضاء مجلس قيادة الثورة الكرام المناضلين المخلصين وكذلك نقدم شكرنا الصميمية الحارة إلى مقام حزب البعث العربي الاشتراكي المنقذ والمسؤولين المجاهدين في حكومة رئيسنا البكر الرشيدة للحفاوة البالغة التي قوبل لها غبطة قداسة بطرياركانا أو بطرياركان بطرياركانا والاستقبال الفخم لغبطته حكومة وشعبا وغبطته في حزيران القادم سيحتفل بيله الذهبي بمرور 50 سنة أو 50 عاما بخلتها توليه كرسي البطريركي يعني خمش مو إلا لإفقاء احتفاله الثاني قال في أقانا ينالي ماريو سكراني شكتي ولا سكرتي دير زمو دي بس زمو يعني I think مجاملة أزيد من لازم بينا I think okay؟ متمنيا له يبيلنا الماسيا وإن شاء الله نتوجه بشكرنا لرجال الإكليروس من رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية وجميع الطوائف المحلية على اختلاف طبقاتهم ونحلهم أو ولحلهم ومذاهبهم والذين حضروا الاستقبال في المطار الدولي ببغداد منذ الساعات الأولى حتى حل ضيفا عزيزا مع الوفد مرافق لغبطته أرض وطننا العزيز وطننا العزيز العراق الذي نفديه بدمائنا وأرواح أولادنا دي أختي هلوت يو اللي فدت لأزيزي أنا خلابو نور صار صندوق لا تأتي أنا إذن دي ودلت لأر آثة دي أنت أبرد لا بس يعني بخلتي أنا أول تعقيم كسي زدانة إلا دو قتولي كما نشكر جزيلا الأهالي وأصحاب الدور الذين قدموا للمسيرة الكبرى الحلويات والماء البارد والمبردات والسجائر على طول طريق سير الجماهير الكثيرة شاكرين عواطفهم ومشاعرهم الكريمة الرفيعة بهذه المناسبة السعيدة المباركة وفقهم الله جميعا فنرجو من الله أن يحفظ رئيس جمهوريتنا المحبوب وأعضاء مجلس قيادة ثورتنا المجيدة ثورتنا المجيدة بروكي خبراني المباركة وأعضاء الحكومة الرشيدة العزاء
ونتضرع إلى ربنا داعينا لوطننا العزيز وللشعب العراقي النبيل الحبيب الرفاء والعزة ودوام الرفعة والسهد أختين قرائلة بكي غلطنا أنا بنومتي سبلالة تمسك دائما وأبدا آمين المطران يوسف خلانيش. يعني قرأتوا لك ساوت مال يوسف خلانيش التيلية واللي قائلنا بنومتي قا حكومة العراقية مدير مالي قاودية شو قلنا قد ياخذنا هنا خرصة مارا لي نائب مولانا المطران يوسف خنانيشو أن لكم قرنا قد ياخذ بيونتي مارا لي نائب غبطة مولانا البطريرك مرقيش الشمون بطريرك الكنيسة الشرقية والشرق الأوسط في العراق بغداد إذ خدك ثاولي شي بالله دو برقة دا دوك ثاو ما عليس فرقم مرزينا قم دورنا راد ولا شي بالله بيونتي ثاو تدي أختي تغزعي للأخ مودي لك تيو تام آلية لأنه للأخ غزيتو لا لم صايمة قبر لي شكلة أخ زيت له أتومات الأخ ولا شيء بتخم دي لم بذا والكثير الكنيسة الشرقية القديمة للآشورين في العالم وأخ له المقرية والشرق الأوسط العراق بغداد مودي لو إذا جماعة شو بيرخبت شيء بلا خلا جبت لي فرقة عالية وخمدي بوين تمرنا أخو جماعة شو استو خمسة اليوم تي أنا لي حسب ما نطلع لي أخباريات من بخليتولي أخ نطلع لي خبراني كت مرتو مدرمو او مطر الليلة مخا قيابة يذيل سنادس إلي غدي ماربشيني جو عمرة تسلو خمشة مارا لي يذي بسنة بصرابي ميقارتي خوبي يقاري قدو برسو فأنا أخشي بانت يذن يعني هل إث أو من دي إن لا بقارم ربوي مرتو مدرمو مطربوليت إث والي صلاحيات مخرم والي قا أي واحد وبقى بطريات فمارا لي دانا دي يا مرتو مدرمو مخرمة لقا مر إيشي شمون ومر إيشي شمون مخرمة لقا مرتو مدرمو فعجبا يا رب أو من دي إث إن لا إث بسنة ساتخ من دي إث هتخ من دي إن لا قدلنا جماعة إسلو خمسة وشو وكيلة خالق لها البالشي لقضار فلان وآتيت خواتت بعد أو من دي تمرنا يعني تثنى مخرمة هل إث هتخ من دي أو بقارة لالي دي بنيومتي أو بقارة بيشة لي ميلا قديم الخبر صوبت ميكي بريشي قاندية ميلا قديموش إث هتخ من دي بسنادس أمراضيا، أوكي؟ فأتقتل جوب قا هتخمني يا أمرن بليس. أنا خقل دين كم مغزلنا قد ياخو مودي وبيومتي. ثم تازخ الخوزة دين خش على السريع. جواجاي ومغزخنا قد ياخو مودي لأك خمطين متخ قط طلعت بيومتي. قام تورنا قارنا خجاي ختمسكذنا أخو أعزائي المشاهدين والمتابعين الكرام برنامج ميري شو. برنامج محايد هزلي ساخر محايد أنا كتيرنا غير محايد أنت ربصو بتيلة مدرسة القدي هاوي بسيمة رابا بطيان منتهن يا تكرم عيني خوني بس شو قلت لي دي أوكي خيالي هذا البرنامج فقط 18 بلس 8 سر نظرا لما قد يتضمنه من محتوى قد يكون غير مناسب لبعض الفئات العمرية لذلك وجب علينا التنبيه وقد أعذر من تحيات مشيقوري برقلا من دوب نومتي قد لا أمري لي آتي استهزائي تواتي فلان مدت أنا إذ خجرية جخن إذ خجرية دوقاري خش الدوق لخش الدوق نخش إذ خجرية طالب بخلطة إذ خجرية إذ سارية ودي أنا نمصر بس يعني ملا عن خفيف البو تصمى وشي خمسة من السجلات العامة لإجراءات إديو خلصت إديو رابا بورتين بلونتي خدش خجيتوا بس يعني من السجلات العامة لإجراءات محكمة اختيار قداسة مار إيشي شمون 23 من السجلات العامة للمحكمة العليا لولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية 6 نوفمبر شو إتشي شي خمسة مخن مثل لابن أمتي أن كل مصبط يعتقد يا لين مثل كسري ويرن قدو موقع إث إنجليش متنقماخن ما سيتو خزيتو لا قريتو لابن أمتي متي إخوة لأن إث خكمة تيلي وسادوث ابن أمتي لا أنا القاسم التنقد يخو ومعلق النسب أنا دختر إلي أبو الفندق إلي أبو الفلان إلي أبو التاكسي إلي أبو الشرطة إلي أنا مثل نخو أن زق تيلة مبخليلي شبهات محكمة مطالبة بصرها يعني تيلا باليمن لمحكمة يعني إتلاريخة بأنه النقاو واني بريت لا إيش من دلث الله بس أنا ما يعني آني لا سادوث الداني بشأن القسم أتصر آني لا مارا لا إدث ماي هارت أي إث ولا فندق جو سان فرانسيسكو ترافلز شارع ترافل في سان فرانسيسكو أي قتيل صليا ديفيد بنيامين
يعني لا داود ملك اسماعيل ملكي او ياقو اسماعيلي بس انا قراني اسماعيل سرنيم دي دختي اللي بيشتغلي في جروب محكمه صلي علي مثلا لكل مزبط يا صديام دي لسلي كسلن هات في رقم اوتغديه من دخلها دي دانا بيشلي كسلن اي اي المخزون لا قاداني قاداي هيئه المحلفين النجوري انت رستيتي خكميل اوكي قريه اللي اثناء استجواب المحامي بيستارينو شهدت السيده هارت انها لم تكن تعرف شخصا باسم كيتي بنيامين لي ولا يعني ولا لم تكن موجوده عند التسجيل الشخص ديفيد لاوتام هذا او بش انا قائله وبنمتي مودي لمار شمدي الى ديفيد كينيث سيجل او سيجل في عربي وهو مالك جزئي لمتجر اسلحه ويست ماك ارثر بوليفارد 508 او اذ كان يعني لا وداو كله يتولي سامي جاوا او يتولي ادي كانت مزبنا وقرمه وبوشنجي ودابنجي وموت امريكو تشكي كل مزبنا كزدوه ما قدم السيد سيجل او سيجل المستندات الى محكمه المزبط يافت يتولي بندان دابنجافا يولي لكل محكمه قد تخزي ولا قد نبلي ولا استثمارات التسجيل الفدرالي والولاية وفاتورة المسدس أنا خيني إتلا من دياني كريك وذي لبنونس والتي تم وضع علامة عليه كمعرضة للشعب أي people's exhibit يعني أن أجد متيلة نمبر أي دبنجة هتخى أول شكلة هتخى متيلة أنا مصبط ياخر ثم أخبر المحكمة بإجراءات تسجيل المسدس شامخ رابص باي بنونتي ما رأي دبنجة تيلي إثي قطلة بيدية من أخذ مال إيش الشمون متهلة لي وحدد المسدس تم تمييزه باسم الشعب الشكل الأربع هو نفس المشار إليه في الوزارة يعني قلت لي بخزي الدبنجة شكل الدبنجة أدوى سيجل خزي اللي من الرئيس أي دبنجة آل المزبن الله بقرر محامي قداو قداني تمزبن الله أي دبنجة آتي من رئيتي سجلات كلها مبرط لي سجلات دي أنا داكيمنس دي مخزي اللي إلي مزبن الله وشهده بأنه باع البندقية وعلبة ذخيرة يعني بوشنجي ودبنجة من أجلها للسيد مايرز مايرز أني لبنومتي أخذوا لنجو سهدوثة يول يوسف لازر وكتير شكل اللي قا داوت من دا سانسيت موتيل مثيلة كسلي دي مخولجو بي اس اي او تيوزوينا بترو ستيشن اني بلاخي دي ايو او مايس او مايس ايو بلاخي طلازم مزبن اللي بترو ستيشن دي قدوة تري اقصات مارا تري قان خسيل اي دبن جديري بيشكتي لمار ايش شمون فطلا دو باسوبا مسجلت بشمة دو باسوبا اوكي ازق فالي بين اورنجاو اثناء استجواب تبين ان عنوان مشتري بندقية يعني ادرس ميقرا مايرس إلى أمو طلع شارع خد بندو وأن متجر الأسيا كان يقع على بعد مبنيين أو ثلاثة من محطة الاتحاد في ويست أنا أي بترو ستيشن تيمز ابن لازر لدوا مايرس إيو قربة تطلعها يعني تقريبا خمسة متر رقة من بترو ستيشن دي دوا مايرس برتي لزوينة من لازر فأو خيشة لزوينة دبنجة من تام شو اللي ورقة مصبط لمايرس إلى زوينة دبنجة تام ثم أجرى المحامي روبرتسون فحص نعاد توجيه الشاهد. تم استدعاء الشاهد التالي أو يول جوزيف لازر أو قام أمر إخوالي قد يأخو خلقت خشلة ابن أمتي ومودي لمارا ودخي لمارا أنا مصوثن إنها تخشى الأشورين وأنه مناس عنيفون وخبر صبتهم شدرة الوالي الماسنجر مغزولي خافلهم تيلوية أستراليا بأنه أخني صدق يوخي ظلومي وشاروبي وبربري إلى كل أشورة خزيستي هذه أشوراء طلا مليوني الأخوة كل طلا مليوني كل اللي عارفين وآني تمرالا بخت قداسة مرئيش شمو anyway بريخ من دوا خارصة موثية لأوا مونتين أوا سايق ويوا وتيلي شكل اللي تلا داود خيش نابولي قم مربي لليكس أدرس دي ألا مصلنا قد ياخو بكثوث ابنونتي يومي قصة 8 الأطفى مصلنا قد ياخو خارصة قيلة فرجينيا إس آدمز أي إيوة شرطية سان خوزي واي رمز بطل طبع اصابع فينجر برينتس داوت الدبنجه اي لموتوت الاخينا موتوت الاقمنا خارثه جيمس اوانيل قسم شرطه لمارسيون الضرب نايل 75 نبي ذمو
او تيل دويق اللقاء داوت واودو محل بيتزا تيو خاله خينا داوت بارتي لك طيله ما ايش شمون ريقه زيله تيو كل خزيله الويله اللي جو خاص سوبر ماركت او خا مول تيو جو بيتزا خالو شتا او تي دويق اللي بنوت اوكي خرفا اين كنا مصلنا قد ياخذ كسوس اختي مال صاب رابري خير او رانجان باتي اي الى تمتلك اي اويسيس موتيل اي وداو خينا بايمارا اي مومودي لغزيثة بسنة او جوزف ارثر او الى مستشار السفر او اتيل قتل تيكت دي داوت من دي من كندا دخيل قتل تيكت دي اي وان واي حتى ما رأيقوا محكمة خينا تاثخ سادوسة داوت مودي لمارا ما رقت لما رقموا مراني في نزوانا بزنيس بين زونا بزنيس خيينو بسان فرانسيسكو سبتا ما قارثة له مرة زندخي دار طاعتي تيكي دي ومرة تيكي دي أنا دارنا بتنا بيلي تزنو شيكاغو مش يكينو باك تزنو خينا آي تاثخ السهدوثة عزيزة قطولة داوت الشهر التالي الذي تم استدعاؤه كيتي بنيامين آي كيتي بنيامين اتلاقينا بنيامين لاقينا بخليلي لاقونا لا لا بس يعني بشي لأثي شمدية ومحكمة ما رأى اعطت السيدة بنيامين وظيفتها خينا بارتي لسكتة وكليسة خينا مالي بدونت أخا وتمداجل يعني وليموميا يعني أو بلاطة دوغلان يعني أنا بسبب ما أثنالك قصة بدونت لمشي تمداجل أعطت السيدة بنيامين وظيفتها كموظفة حسابات مستحقة القبض في فندق PSA سان فرانسيسكو في سان فرانسيسكو أي إلى خب من بلاخت بلخي وقدي فندق بدونتي وذكرت إن رئيسها أنا لرئيس دية مدير دية مانجر دية السيد يول رازار أو يول رازار أو دخيت قريتولا وتقام شميخ لسادوثي دية دي حلقة تخشلة حلقة تخشلة إيوة دول أعطت عنوان إقامتها يخيج ألبو أربا مشوي شوى جدد إسليوخا أفنيو سان فرانسيسكو وشهدت السيدة بنيامين بأنها تعرف ديفيد إسماعيل وأشارت إليه في قاعة المحكمة في 30 اكتوبر هتخطها التقطته في مطار سان فرانسيسكو الدولي بارتيلا كليثا سيثتلا كداوت ملك ياقو ملك اسماعيل مشرطة اللي دي او قتيلة تماما اللي يذني اوكي ايش قلت له للمطار اجتيل اثيام كندا صليقو سان فرانسيسكو اي كاتي بنيامين زلت ايش قلت له من المطار مفصل وقد اتصل بها قبل أسبوع من وصوله وطلب منها مقابلتي. قالت كيتي بنيامين إن التقت بسيد إسماعيل منذ حوالي 8 سنوات في مؤتمر أشوري في شيكاغو أو هارتفورد لم يدمو أخا وإنها رأته عدة مرات في فترات الثمان سنوات وإنها اتصلت بها في مناسبات يعني كيتي وداود ملك ياقو إسماعيل يذي وأخذ هذه قمت من يشني مران يذن قمت من يشني زيتني جو كونفرنس او كونفنشن تخيلت ولايات راي شيكاغو جوهات لما ذاك تفيق لبغداد الشقلي ويوي وداوت يمخبر والهماشة وادت السيده بنيامين بشهاده اخرى مفادها انها رتبت لديفيد اسماعيل ان يقيم في فندق سانسيت يعني كاتي ايلم بورتستلا كل اك صار داوت مستثل في فندق سانسيت أجتيني من داود مرة قد أخذنا لبين تاون فشن أرخدية خن أرخدية مخصب أبي مبخشان خيكي ذا مرة أنا بين تاون رهد تاون نوشي بشكل يعني شي برسوناليتي دو ما تريدو فندق لبين آثرك سابقا أوكي بعد أن أخبرها أنه لا يرغب في أن يكون ضيف في مزاوي وأنه سيكون أكثر راحة بمجرد بقاء بالقرب منه يعني بين تاون قرب خزاني خف أنت تاون قرب قد آي شكلاله نبلال مثال سباولية دي سان فرانسيسكو لم تحجز السيد إسماعيل في فندق PSA لا لموتوت اللي خارج يجو فندق اتلاصر لا افندق بالخارج لا نبرت لي قماي سانسيت وباقي خرفه خيشلا لانه كان اكثر ملائما له لذاب لرؤيه المعالم في المنطقه تشستر ترافيت ميدمو وكان تريد ان يبقى بالقرب منه سكمان اي فندق رابو دكان قربه الذي يعني دكان بايتزل ولا داوت فمن هم قرب داين هم قرب دنا دكان بايتزل بكاز مثلا زمودي يزي مودي مودي متيكيا عندما سجلت السيد إسماعيل في فندق سانسيت موتيل استخدمت اسم ديفيد بنيامين. أجدتي لمسلسة كيتي قا داود مسجلت اللي بشمت ديفيد بنيامين لا متوت اللي بشمت ديفيد ياقو إسماعيل لا متوت اللي بشمت ديفيد لأنه كان على وشك إغلاق الفندق يعني دورتت موتيل وأراد توفير الوقت بايت وضعه سيفتانا لقد استخدمت عنوان منزلها لأن السيد إسماعيل
يوتا لأدرس دي أدرس كيتي يوتا لأدرس دي لالي يوتا أدرس كندا داو سب مرة قطوي بالسنة بارقاو جلد جلد كان ضيفا عليها وعلى والده كان سيدفعان الفاتورة وبزوزي بابري ولا تم عرض مع الشعب رقم مدخلتها فخلطة وذكرت ان خط يدها كان على المعرف يعني بإي ثاثة جانا دي لم يصل لها ليست معلومات الداود بثلاثة جانب يتأدرس دي لا يتأدرس وإنما لم تدفع مقدمة مقابل غرفة أو تترك وديعة لكن استلمت مفاتيح الغرفة في ذلك الوقت ثم بعد مقابلة السيد إسماعيل في المطار نقلتهم مباشرة في الفندق يعني آي لحجي استل فندق ويستل بوخت قاد أوت وآي لشكل تكثير تكلها من ديان الديتالز دي وشهدت كيتي بأن عندما قابل السيد إسماعيل في المطار كان يرتدي أجتيلة تختبي دي لويش خابد لرمادي وراب شترانة جرونقة كشخي كان معه قطعتان من الأمتع ثوتريت شناثة من دي خشنت قرطو خشنت زورتا لم تتذكر متى وصلوا إلى المنزل لا بتخارب مضامي لم تيثل الباثة لكن عندما وصلوا هناك رافقت السيد إسماعيل الغرفة حيث علق ملابسه قمصانه وزوجا من البنطلون مرة أجتين طيثورتا جو فندق موتيل آيلة تيثل كل جلدي يذا مودي مودي واخينا ولا مار لمن حقا لم ترى مسدسا في الحقيبة يعني مال داود لث والد بنجا بشنافذه ولم يتحدث معه في ذلك اليوم بحوزته مسدس للي بصوته من لبنجا ثم نقلت السيد إسماعيل إلى منزله حيث تناول العشاء واستمعوا إلى الموسيقى وزيارتهم في وقت لاحق اصطحبته إلى جولة حول كلايف هاوس وسعودها بالقرب من تاون نبلت له وخلت له خراب شاشتي لم صوت له مودي خاب مولا وشكلت له وبلت له جو بازاري تمام موزت له بازاري قالت إنها طلبت منه التسلية يوم الجمعة مرت يوم التروتا هزلت لي أنا قد أزخ خاماتي خاملة قازخ حديقة الحيوانات أنا بخاف من كل بيطلع لي أسد نبلا ولا حديقة الحيوانات طب هاد مخزي والدي كان وذكرت السيدة بنيامين إنها ذهبت للعمل صباح الجمعة ليلة خمشي شيبة ليلة قدمت التروتا خشت الشولة دي له. ولم تقابل السيد إسماعيل حتى مساء الجمعة عندما حملته حوالي الساعة 6 أحضرته إلى المنزل تم عرض لمبي دامودي هدخ لا لغزيت اللقاء داود ملك إسماعيل يوم تروتي كل يوم أسرق بشولة أجتي له تصعد إشتو بجي خشت شكلت له مثث للباسة دي وتيوي خالة خرم شهر وعرفت أن صورة البدلة التي كان يرتديها السيد إسماعيل مخزي له لشكله مرأوة مريس أي بدلة الويشة أن أجتيلتي أجتينشكر من باثة وعندما ذهبت لاصطحاب السيد إسماعيل مساء الجمعة لم تدخل غرفته في الفندق يعني أجتيلتي قال اللي يوم تروتا قصات إشتا للاسفت لدي قوتين بخيث الهورب وعندما وصلوا إلى منزل لقد أطلقت بقى فقط وخرج إلى السيارة وعندما وصلوا إلى منزلها لتناول عشاء كانت قد علقت معطفه في الخزانة يعني إشكلت لجاك دي ومثليث الوالا شكلت من دي ولم ترى السيد إسماعيل بمسدس أنا مودي ملاي صوتي خطي متطلعين بلونتي لا يول جوزف لازر من رئيتي دبنجا داود برخو داود إسماعيل ولا أي لما رئيتي دبنجا قمودي ما تقول أنك قد خزيت داود دخي لما رأني فالي دبنجا ويدباها بجانبي قالت إسماعيل لم تكن قد لاحظت أي شيء بخصوص المعطف المعطف يشير إلى احتواء على مسدس في شهاداته الإضافية ذكرت إنها والسيد إسماعيل بقيا في منزله حتى حوالي الساعة 9 مساء في شلي كسلة دي أرخديها صارت تصبرانشة ثم ذهبت إلى الفندق أو حياة مودي رجلسي لمودي لإلى أدخال لتناول مشروبات خيش لأي دكسة باريلا تيوش تايلة كان هناك حتى الساعة تريستر بلي من أطسا هتريستر بلي تيتلا من اشتايقو جو خبار بنيوم تيتلي شمديها وخلال المساء تناولا كل من حوالي أربعة أو خمسة مشروبات مودي وولية ذخبيرة لويسكي لأرقي للأخبيرة بعد مغادرتهم فندق حياة ريجنسي قادوا سيارتهم في أمبارك يدروا لهم بيدامو أمبارك لأنهم بخليد لم يتل إنجليس خلتش تصلخي لبلاط أني واي طرية لقدوة جدا قاد سيارة أخ قدوة جدا أنا قال كنا موثلة بإنجليش قبشتوا يا سنة قدي أعلى شارع جو تشسر ثم أوصلته في فندق سانسيت وخاخب عربي كثير وواصلت المنزل مربث اللي قباثة بس عطريسر بلقي قصدها وشارك الخوبالي قدمته يوم الشبثة قدمته مربث اللي باثة واخشتها عندما كانت في طريقها يوم السبت خان نوفمبر أخذت السيد إسماعيل جولة حول أو كناري لمبي دامودي
يوم الشهر الثلاثي تشكلت الليلة لو بلت الليلة مظهور لدكاني أنا دكان الأخ في الليلة السابقة. قال السيد يعني لا لتاوتي ولا لتاوتي قم دانا يقولنا إنه يود البقاء في المدينة في وسط المدينة بابش يعني جمديثة قدام تاوت. لذلك ذهبت السيدة بنيامين إلى مكتب سانسيت موتيل ودفعت فاتورة غرفتي عندما اصطحبه خشتلة بريثل زوزة فندق كله تا مصطفى اللي جاء قمثت إلى سانسيت مصطفى اللي جاء بريثل لا زوزة جيبدية كاتي بنيامين. قالت إن السيد إسماعيل ترك حقابه مع مدير فندق بس شنافي دي يشويق اللي قده فندق سانسيت لأنه لم يقرر حقه ما إذا كان السبت هناك ليلة أخرى. كان هذا حوالي ساعة 4 مساء السبت خان نوفمبر يعني صار 4 أصرتها خيشلة بريثل كيتي زوز دي فندق كله شنافي دي يشويق اللي إشليوة قرر يعني إيوة قيانية بيشوين بالطوة. قالت السيدة بنيامين إن السيد إسماعيل كان يرتدي بنطلون وقميص رياضيين في ذلك ثم افترت المغادرة لأن كان ذايب إلى حفلة أشورية في تورلد. برتي ليش قلت اللي غزيت للويشة يا أخي يعني كاشو للويشة آيبا التزاوى إثواء خمشتو بارتي دو تورلد. وذكر إن السيد لازار قد دعي أيضا يعني أو يور رازار يور جوزي أو تيلي مانجر دي تيلي مدير دي جوشولا أبا أو بيشي تشيدا ذي حفلة مشتوتة أشوراية دو تورلد لكن تم إلغاء الحفلة يعني مكنسلتها حفلة بشتلها مكنسلتها. مع ذلك لم تكن على علم بالإلغاء وليه ذاتي مكنسلتها بارتي يعني لث مشتوتة إلا بعد وصولها في تورلك يعني خشتها لتورلك ذيتها من حفلة مكنسلتها لث. فقضت الليلة هناك وعادت إلى سان فرانسيسكو في وقت متأخر من مساء الأحد بشتلها تاما ودرتها لبرمشت خشيب ابنون. ذكرت كيتي بنيامين إن المرة القادمة التي رأت فيها السيد إسماعيل كان صباح يوم الاثنين. إيما رزيت اللقاء داود إسماعيل يقول إسماعيل رزيت اللقاء يوم التوشي بقدمت عندما دخل مكتبه وقال مرحبا حرفيني ويرى لي داود جو مكتب دي جو أوفيس دي شلام عليك. كان يتحدث مع يور رازار يعني مصوته من مانجر دي أي جو مكتب جو أوفيس دي داود مصوته من بوس دي أو مدير دي. وقد تناول هو والسيد لازار قهوة معا شتي لقاوة أو داوت مدير دي. كان عليها البقاء في مكتبها لم تتذكر رؤيتها للسيد إسماعيل مرة أخرى في ذلك يعني يوم ترشبه لشي لغزيث الليل. في المرة التالية قالت إلى بثائمة لغزيث الليل لقد رأت فيها السيد إسماعيل كان صباح الثلاثاء طفو شيء بقدمته عندما توقف عند مكتبه قال إنه ذائب لرؤية المعالم كل يلي قمترت أوفيس دي دري الإشلامة من رأيتيو أنا بوينتاز الخازن أنا دكان شمه يو سان فرانسيسكو. وصل مساء الثلاثاء إلى منزله بسيارة إجرة مطيالي بلالي كزباثة كيتي شقيلة وتاكسي وقاموا بزيارته لفترة ثم توجهوا إلى بعض المتاجر الصغيرة خيش إلى خكبة دكان سوبر ماركت زمود دكاناني محلات غزالة في ذلك الوقت. ويوم الاثنين كان يرتدي البدلة الرمادية ويشي أي بدلة ما أمريكي الرمادية براوني لموقف ومرقينة لمذا بخليتولي. ناقشوا أيضا فرص العمل مشاري لمصوته بالشولة وقادته عبر محطات الوقود المختلفة زلت مغزف الليل كل بترول ستيشن ومحلات بيع الخمور ودكسة مزبون اشتياثة ثم عادته إلى فندق بي اس اي مغزف الليل كل دكسة اشتياثة دكسة بترول ستيشن بلكي إثوكو خيال دي باي زونوا تو ذا بزنس تام قد بيشو تام سب إثوالي أرضي بسوريا خارثة بأثقلاني كل مدخلة. وذكرت السيدة بنيامين إنها رأت السيد إسماعيل صباح الأربعاء 5 نوفمبر تشرين الثاني يعني يومية خزي وغالي يوم تقلبوا شبق زيث الليلة قدمتها 5 شيري تريانا عندما ذهب إلى مكتبه أو خيشة للأوفيس دي بدأت تتبرخوا مرة أخرى في وقت الأحد بعد الظهر ذاك اليوم هرادخ مقار أسرته جو رمشة مصوته للمغزادة كان يرتدي بنطال وقميص رياضيين عندما ذهب لرؤيتها يعني الويشي كاجول. واستمرت الشهادة وقالت السيدة بنيامين إنها رأت السيد إسماعيل مرة أخرى يوم الخميس يوم 15 نوفمبر ويوم التيلي بذلك يوم خطيلة مريشي شمو. وعندما توقف عند مكتبها لاستقبالها يعني كلية الأوفيس دي سب ذوالي أوفيس دي قمية ذوالي بشوالي قد فندر في ذلك الوقت كان قد ذكر إنه سيغادر من قد يعني أنا شوق نخبشينا خاشم. قال لها السيد لازار أن تتناول القهوة أو الغداء مع السيد إسماعيل يعني لازر
يول جوزيف لازر او تي مدير دي فندق تي وصلي قاعدية داود مل ياقو على ما نخلق مرقة داون آتي قدية كيتي شتي تقاوى ين أخلت خخدايا من أرخن من سيد إسماعيل وهو ما فعلت وهي قمت لادخ ثم صارت معه إلى باه الفندق وقالوا له وداعا خشتي لتي ولا جو فندق قلوبي الفندق تي بخيري شتي رفض مودي بوش بشانة فهمت إنه كان ذاهبا إلى مبنى الركاب أي يعني برمثلة أول رزالة قد أزل شكل وباصات أنا باصات تازيته كان من أفضل من دي ثبديث كان يرتدي بدلته وشي بدلة طخم دي لم تكن تعرف ما إذا كان قد أخذ معه أي أمتعة لا لبتخارك إن تيش قلة جناثة خمدي من دي لا لبتخارك وذكرت السيدة بنيامين إنها لم ترى السيد إسماعيل في أي وقت يحمل مسدسة ما رأنا تشكلان تترش قلة دبنجة أنك مخش مايا ما رأخ نخزي الإشكلة دبنجة ولم يشر إليها في أي وقت على أنه يحمل مسدسا خلال شهادة ولا لي تشكل متخربين إشقالة دبنجة ينخمني وبوليس أنا لم علق لله أنا نبلن بهم بوليس أجتي لمفتش لباسة ديفيد إسماعيل في كندا بختدي وبروندي تي مقيم اللي تبني لا خزي شو بصلة بوشانجي ين دبنجة لا خزي فتش إلى رابق لا خزي وبختي دي استخدام من دي أو مرة أنا شقلين وبختي دي مصطفى من ملش قد دبنجة يزديا وبختها وذكرت السيدة بنيامين إنها والسيد إسماعيل لم يناقشا سياسة يعني كاتي وداود ملك إسماعيل شو قلم صوتي بالبوليتيك لكن التحالف الآشوري العالمي جاء في سياق الحديث بيشتا خبرات أخوياتي ولا أطرايا قالت إنها ليست عضو في المنظمة أي لاو منبر جو خيادتي ولا أطرايا خاوتت جو لاو جو خيادتي ولا لكنها تخطط لإنضامهم إليه يعني متوي بلان ومقرقوزة قد أي بشاو من خيادتي ولا أطرايا وأشارت أيضا إن السيد إسماعيل ليس عضو يعني أب داود ملك إسماعيل للي منبر جو خدها وإنه أخبرها عدة مرات إنه غير مهتم بالسياسة داود ما رأنا شو قالوا رينجو بولت لم أقبله ولا أريد أي علاقة بالسياسة لبين هتشي صورة تبلي من بولتيك لم يذكر البطريركة في حديثه شو قال له متخرب بس بطريركة ثم تم تقديم بطاقة عيد ميلاد إلى المحكمة وتم وضع علامة عليها معرض لشعب رقم أدخل خا بطاقة معايدة شدرت الوالا كيتي قا داود جو كندا فمغزول للقاء قدم جوري مال أخا ومطي مودي مارا حدد السيدة بنيامين خط ليت على بطاقة عن إنه خطأ مريض دوسي له أي معايدة أنا مشدرت اللقاء أي تي أنا مشدرت اللقاء داود ملك إسماعيل وقالت إنه أرسل البطاقة للسيد إسماعيل في هاتخا لندن أونتاريو كندا كانت تاريخ المدوعة بطاقة 14 ديسمبر 1900 وشي يطلع وكانت رسالة عيد ميلاد مجيد وعام جديد سعيد الحب كيتي بنيامين أي مشدرت له وكتبت له أنا خبراني بارك الله فيك واصل العمل الجيد the IUO وذكرت أن IUA بخلتها أول مرة كانت منظمة سلمية زين تمام ده يقولي ما أخني لخم صوتي ولما خبوا سياسة وأخوذ الله لبينه ديفيد إيوا اتحاد العالم الأشوري وحول عمل السيد إسماعيل لهم قالت شولانة فالخوالات داود ما لقوا محكمة ما في ذلك الوقت كانوا في مشروع لجمع الملابس يعني شو التقام بيديان بين جملي وجلة ومديانهم شطري ولقى ناس سنيقة آكا بقربية عراق وكان الجميع يعملون على حد علمي لدعم هذه القضية سب آكا شيت شيء أربع بري ولا بلاش بنيوتي ورضاي شقطاني وهرادخ بري ولا شرط بخشان بداية شرط لبنان وفنا شي سنيقة أن بلاخة هو قد مهياري ورد صرحت مرة أخرى أنها لا تنتمي إلى IUA لأنها منخرطة في منظمات أخرى تستهلك الكثير من وقتها. خجا ختا مرة الآن لن من عودت قيادة ولاتا أنا تي حكمة منظمات شو تاسخيني أنا رابي شكلي دانا مني لتي دانا قتشت. ثم قالت السيدة بنيامين إنها تعرف زير خون الداو رونة ياقو ملك إسماعيل شقيق السيد إسماعيل وأنه عضو في منظمة IUA أو إلى منبر زي وقد فهمت إنهم يحاولون إقامة دولة مستقلة داخل حدود دولة العراق يعني نيشت زي برون نواجد ملك إسماعيل
وخيادة ولا أطرائي وقت مقيني وخا أسرى قديا أشوراي جو العراق أو بتنحرن. أوكي. وقالت أيضا إنها ليست من أعضاء كنيسة المشرق. يعني آي لا ومنبر جو دي أمرة كنيسة أمرة دينا بذا مباكرة. لكنها سمعت عن البطريركة وفهمت إنه الزعيم الديني والسياسي للشعب الأشوري. يعني هذا بطريركة إتلي باور أو اللي كل في الكل. يعني كل حبر وشيء. عند سؤال أكثر عن رحلة السيد إسماعيل إلى سان فرانسيسكو صرحت أجتيجو سان فرانسيسكو دخيلة محامين بقول له مارس صرح السيدة بنا إنها كانت مخصصة للعمل مشان معالم سياحية لم يكن هنا من قبل وكانت مهتما بمعرفة الفرص التجارية المتاحة. آي موديلا مارا كيتي مارا مشو ليوي وجو سان فرانسيسكو مارا اختخذ أخني إثيما تويوي وبلان أو مقاقوزي قتولي خشركة ينقذوا مارخة بزنس ورابع يعني طاعت خا شولانه قد خزي ودكانه قد ما خطوة خا بزنس جو سان فرانسيسكو. لقد ناقش فرص العمل معه مع السيد يول لازار يعني داود إلى مصوصة جو خيال دي زون وخمدي جو سان فرانسيسكو. قالت إن أخذته من قبل بعض الشركات التي يملكها الأشوريين. يعني أكل كثيمون اللي استخشته مغزث الليلة أن شركات كمبانية إصال أشوراي دي مزولة وموديت له وموديت له بالجاوزار لكنهم لم يدخلوها لا لبيري أختي مقنطرة كما ذقم المر لأن ابن أمتي يتذكر مملي لبس يبرت محكمة دخل كامل مودي لمارا محامي المدعي العام قاردي مارا سيأتي زيت فلان ذقمون أن كل التاتي منهم لكنهم لم يدخلوها كما ذكرت إن هي نفسها لا تملك أي عمل آب جاندي لتشول. قالت السيدة بن يامل للمحكمة إنها لم تتصل ببيت البطريرك قد شو قال لها مخبرتها سب إمام مارا وبقري إمام خبي قال قداي مارا مخبر وان طارب جاء مخبري وان إم صوتيه بيشان عشرايا ويدوري وله ومرة إثورا بيجا بناسة مخبري وله يدخل بناسة قال دي هل وله لم جوبي وله أوكي. وقال إن لم تتصل كما أخبرت المحكمة إن ناقش التحالف الأشوري العالمي مع السيد لازار يعني شكلاوة يا واو بد خيادتي ولا أطراي من رئيس دي لازار لكن ليس بعمق يعني لا ولا وديب جاوا لأنها لم تكن مهتمة بالسياسة لهم ولا بوليتيك لا ولا وجابية. عندما استجوبها السيد روبنسون أو السيد روبنسون إلى مدعي العام إلى درقل ديفيد بيستارينو إلى محامي الدفاع إلى محامي ديفيد فأو درقل ديفيد. مرة أخرى بشأن يوم الجمعة 31 ذكرت خيجة كيت بقرة ليوم تروتا طافي بخاب شيري قام متوا ذكر سيد إن لا تتذكر حق ما إذا كان السيد إسماعيل قد تناول عشاء معه أو مع السيد ما لن بتخارج زكي خيلة اللي خرمش من يوم تروت إن من لازر لكن أشارت إلى أنه ربما كان مع السيد لازر بس ما رأي يعني على أكثر من لازر رئيس كما كانت تعلم أن السيد لازر والسيد إسماعيل قد تعشوا معا في وقت ما يعني يوم تروت خيلة اللي خرمش لأنه تثمر. وقالت أيضا أن السيد إسماعيل لم يطلب منها إقراضه أي أموال يعني هج قال لي متخرب أنه سنيقة لزوزة ديفيد من كيتي. ثم أخبر السيد بنيامين المحكم إنها كانت تزور السيد إسماعيل في السجن كل يوم أحد. مارا جو محكمة بارتي بيقى ديفيد جو سجن جو حبسة يأزاوة كتخوشيبة تبقى بيدي وباي ذوي أنا أختين شمية لتلي مصبطة بيه زماري جباري قيابي دين يأزيوة تبقيوة بوا داود ملك ياقو إسماعيل جو سجن ومحضر طريوة في وشمها أني تلي مزبطة بو مندي بليس مرابي لكس زمارة تبقيوة داود ملك إسماعيل يعني نواقف ملك إسماعيل جو سجن أجتيو دويقا وبارتي لدويقا وبركتا محكمة يأزيوة فما سيب لي أمتن أن تطلع مزبطياتا مغزيلة قبل من لبتن أني لم برسو أي لنخة من دي أي بلكي بيوالي بلكي برتمان بلكي دمي بس قد يذي ملت مودي لزالة مودي ثافلة ويث أب أب سكوبي أزي وزيارات دي وأب متروبوليت أزي وزيارات دي فأنا ابن أمتي ويجو خبيرة أول التي مصبط لها ليه ما صلنا منها شمين شماني دن قيابي بس ليه ما صلنا منها سبلتي مصبط لها وقيت لي مصبطة ما صلنا ربي لها قدي المسجة لكنها لم تساهم بأموال ولا لم شركتها بدوخت الزوزة كصندوق دفاعي سب وإذا لصندوقة قد كل دخيوة قد دخيوة خلاصة داب وهل يعقل خبقار أخي أنا مرابنين كسلي لابن أمتي بثوثة
داود بخشان إسوى لمساف بسبب أخاز غضية برطث يا بودزية ملك إسماعيل خبي ونقار قداء ومامي خدش قولة بشيني أو إذا لزوز من الحكومة العراقية ولا زوزي ولا متهمي لي أنا ليهن أما إسوى لمساف ليهن نوجو خمير دي بس أكثرنا أنا رخ زين أن طوى ذا صندوق الدفاع بمالدي مو داني شديهن هتخبي ولا تلداود إن إسوى إذا تغطي داود تغطي وكل الجرائم دي آلية بقالة ينبقرخ لي بنومتي من هقوس اللي ينبقرخ لي يعني اللي مهرق دو سلوك كانت تقدم مساهمتها بطريقة أخرى ولا أنا نمهر ولا بزوزي ولا داود ملك إسماعيل بس إثوالي أرخاث أخي نمهر ولي ولم تكن تعرف حقا ما الذي ساهم بالمال في الصندوق ولي ذا وآني لي دويخة قدو صندوقة اتما قيمي ويوي وزوزي تمحامي قدق وخلاص داود ملك إسماعيل آلية وآني لأم برسوبت دقيوة دقيوة هل إلى آني مشتركين بالجريمة تلاقي إذا قد منتشي وكل من دي بقارن أنا بقارن ربو ابنونتي بلكي غلطن بلكي درس سنين بقارن قد إت مزرق تياثر قدلنا من دياني دار التمرن بريس مرابيلة كستن ينبال طامر أنها تخرب موشي مدخلة أدخل من دي آني تيانا من دياني أبزو آني وآني ندويخي ولا لخم دي ابنونتي قمن لتنقل بطرة دي قد يذخ ماطخ آني إثوالي إذن سبقانا اختين قرأي لها شهادة داود مبيوني لها أنت لمن ديانا قولنا داود ومثلنا قد يغلي دي التاثب اخشان آوي دي الاسود يشويخ خشي ميلي على من يخاو قنور قداس بدكتير أنا تشو أولا ما قلتني مثال ميري صدام التمريك على من ين أو علني إثي يتقشق الولا تهمه يعني أنا يعني أخي دخش مين انكاتي ويول وكل أمر يخل أخذ ليش قيل دبنج زي داود بخاطر داود تاني مرة أنا شقيت ولي دبنجة وبابي مربي دبنجة وسوالي ثلاثة دمجات في كندا وأنا جينا مش خصنا لباس دي لازم لدبنجة يعني there is something going on هذا خدمة تولي بنوم كي قتلته وبختو تخمني ذاكو please المصيدو أوكي ثم بدأ السيد بوسترينو استجوابي واستجواب السيد بنيامين بخصوص IUA أو بوسترينو أخمري قد يأخذ بنوم كي بوسترينو إلى محامي المتهم صرح السيدة بنيامين أنها ترغب في الانضمام لأن هم مجموعة سياسية يعني باي تراوغ وقيادة ولا أطراف بشأن منبر من دي بكوس أن إي وخك مناشة إي بوليتيقاية شليخي لا ومن القتل ومقتول براشا لكنهم مهتمون أيضا بالثقافة والتراث الأشورين أنا فخورة جدا وأريد العمل من أجل هذه القضية الأشورين من أي دين أو طائفة أو منظمة ينتمون إلى IUA إنهم ينتمون إلى أكثر من منظمة لكن معظم الأشورين ينتمون إلى IUA وهي منظمة يوحد شعبنا في جميع أنحاء العالم ما رأنتي قارو شهارة قد أنا بلخ القضية organization ورعبت إلى خيادتي ولا أطراية سب أنا رابو بلخي وقا ملت أشوراية رابو مخيد ولا كل أشور وأي درستي لي يعني دانا دي خيادتي ولا أطرام بخالي بنومتي لغزوية لي لهل أنا كهني قتل اللي قدو خيادتي ولا أطراية بني اللي سب مودي أنا إثوالا باور أبل زوزت أمرا آني نبلي ومثل أمرا لا مرا زوزي لي قصة تعالوا هنا من أين لكم هذا أنا زوزي دي أخذ أمرا دي مودي توذبه فشكلت له أمرا دي إخزايت له أمرا دي خيب شتا مليونيرية وأنا ليلة من أمرا أمرا أنا زوزت أمرا خيادة لتلي بساسة تتازة تعالوا بتاع شاق زوزت أمرا أوكي بس أنتي لبني اللي قتل اللي قدو خياتي ولا ترى يوهل كهني كهني بجنان مرا أول تولن ملتريشن من الدين جور بلين في خزو دي تليق على خوادتي والعطوة بوركياثة قليبة لألها ما إيش شموني الوالا بوركياثة قلت لي سيو أكبر إيش شمو أقرو أنا لا أنا كشيخ لتا خوادتي والعطوة وما سبطة يذي تولمودي بريجو رابط كان يقول أمريكا شيكا كالي خوادتي والعطوة دخل بريطة بردان عندها وفي كل عام كانوا يعقدون مؤتمر سنويا في بلد اينما يصوتوا ليكون يعني كل شيء تخدته الاطرائس ولا كونفنشن او كونفرنس او مود امريكا اجماع انهم يعملون حاليا بالتزامن مع الاتحاد الوطني الاشوري خياده اطرانا اشوراي بخشاون الامريكي لمساعده الشعب الاشوري في لبنان اثناء الحرب الاهليه الذي يجري هناك يعني خياده الاطرائس وخيادة أطراناي كل بيشخاء ويمهيري وقدمنا أشوراي تاوسنيقي جو لبنان تيسوى شرق وجو العراق لدينا عدة آلاف من الأشوريين لاجئين في لبنان. الباي إثوالاً أنني خوي شيء تشوي. كيف بدوك أنا لا بالطيب نوم. كيف قهرتين هتخمسون.
انهم يعملون من خلال مجلس الكنائس العالمي لنقلهم واخراجهم من هذه المخيمات في انهم عالقون في الوقت الحالي. يعني متريزه قيده تنهى مجمع الكنائس العالمي انهم يساعدونهم بالمال بعض الاموال، لكن مجلس الكنائس العالمي هو بشكل اساسي الجهاز الذي يساعد على نقل هؤلاء الاشخاص. وتابعت السيده بنيامين لتقول انه منذ حوالي 10 سنوات، يعني قام اسرشيني انها اسرشيني في سانفا، كانت لديها الاشوريه الامريكيه لمده ساعه واحده، كانت لديها الاشوريه لمده ساعه ولم بدا وان نشيط للغايه، كانت لديها الاشوريه الامريكيه لمده ساعه بخشاون اذاعه بس قال صوتها، وان نشط للغايه في المنظمات الاشوريه بين سان فرانسيسكو ولوس انجلوس. الاثنان اللذان تنتميان اليهما هما الرابطه الامريكيه الاشوريه في سان فرانسيسكو والنادي الاشوري الرياضي، وهو منظمه لكره القدم يعني يراوغ دنا كلها السيريان سبورت اورجانيزيشن لمذامودي يراوغ دنا. كانت قد سمعت منذ فترة إن بطريرك كنيسة المشرق قد تزوج بخط ما رأنا شميت القم خضانة بطريرك أمرا أتيقتا جويلة لي، وذكرت إن رد فعل العام للشعب الآشوري يعني أمتا آشوريثا مجوريتي لأمرك كله إنه كسر حكم الكنيسة عندما تزوج، يعني تويلة سنادوس أمرا تيلي جويلة which is I little film أو إذا وراء بس باي بطريرك مودي ولا إن أخني ما يتشني أي تخمن تدين. لقد فهمت إن البطريرك قد جرد نفسه من أي مديرة سيتايل قبل زواجه مباشرة، يعني مربي لدي داخلي. وشهدت كيتي بنيامين بعد ذلك إن المحافل التي شهدت فيها السيد إسماعيل كانت من الاتحاد الوطني الأشوري الأمريكي خيار أفرانا أشورايا أكتلق زيث اللي، كما ذكرت انها تحدثت مع اخوه السيد اسماعيل عبر الهاتف مخبرته لقفاملي داود من قوى وافديه، وانها رات والده وزيث الابابدي خلال الزياره الاخيره للسيد اسماعيل معها، اخبرته عن حفل تانيب والده الذي اقيم في تورلك حين برتي لميثا باب داود رمليخ ملك ياقو وزيث الابتورلك زيت التازي، وكان السيد اسماعيل قد ذكر انه يفتقد والده جلد، يعني داود امر رام المخليين بامي برتي لمنيخ. ثم قالت السيدة بنيامين إنها دفعت فاتورة السيد إسماعيل في فندق سانسيت موتيل آيلة بريثلجوس ديوسليجو موتيل لأنه كان ضيفها يوأرخدي، لكنها لم تدفع فاتورتي في فندق PSA فما يتلى لجوز ديوسليجو PSA، لا PSA سيد لازار يقرأ لازر يول جوزيف لازار أو كل في الكل، حيث لم يكن لها علاقة بتسجيلي هنا لأنه آيلة بريثلجوس PSA. عندما سئلت عن علاقتها بالسيد لازر موديلا يسورة ديخت لازر سب مانجر ديخت وفندر، قالت إنها قابلته في عام 1975 شيء خمسة، بدأت العمل معهم شورة أطلاق مندي في سبتمبر من ذلك العام. قالت إنه كان المتحكم في الفندق يعني آوي كل في الكل جو ده هوتيل، وإنه كان حاد جدا رابا ظلومة يعني أدخل ظلومة يعني سريس في التعامل مع الأرقام بريشايد من زوجي جيبه رابنا، كان محاسبا ممتازا كان دخلانا. قالت أيضا إنها رأته في العمل بشكل أساسي وإنها لم تتواصل معه، لكنها رأته أحيانا في الحفلات وكانت معه في البرنامج الإذاعي عدة مرات. دخل أو لازر دخلت له أو إلى مدير فندق دي أو إيوة كان ترابه أنه وراب الظلومة بس مو شكلنا يوان مندي خزين والي قب مشتوياته يمار خطوة خرزة برسقالة ويتم رابقة أرخدي. أجرى السيد روبنسون بعد ذلك فحصا لإعادة توجيه السيدة بنيامين أو روبنسون حقيقة كتب عن بقر ولا، حيث شهدت أن المجتمع الآشوري لم يقبل حقا حقيقة أن البطريرك قد تزوج. أي تخمنت دي مار أنا خزيري آشوراي لكن قبل لي قوات ماري شيشمون. لقد أصبح الموضوع هادئا ديخل أم لورك، حيث كان بشكل أساسي هم الآشوري الذين ينتموا إلى الكنيسة المشرق، حيث كان بشكل أساسي هم الآشوري الذين يعني أو درد خلان تقويلة بطريقة. كما ذكرت إنه تفهم إنه في وقت وفاة بطريقة كان الأساقفة يدورون الكاسينة وإنه لم يعد القائد غايتو لموديمارا مارا. كما ذكرت انها تفهم انه في وقت وفاه البطريرك كثير من يخ بطريرك اسوا ابسكوبي اني ما خطي ولا امه ولث ولا ريش. ثم سال السيد روبنسون الانسه بنيامين
اما اذا كانت تعلم ان سيد اسماعيل عاطل عن علاء عند جاء الى سان فرانسيسكو بقر اللي اجتي لي اثي ديفيد او بطيله لثوى لشولة قالت انها تعلم ان سيد اسماعيل ليس موظفا يا ذلالي لا بالك لكن لا تعرف الى متى لي ما هي والسيد اسماعيل لم يناقشوا المال شو يا لا ويري قزراش الزوزي انت لسنيقة الزوزي داود يعني انت لسنيقة مني خير او سادة تاثي خارطة شقخ لأو ابن أمتي تازخ سهدوث التيلة بثاية خلقت التيلة بثاية بتهوينا أن كل لبيخلة أن كل لبيخلة أن لبيخلة فريدريك سموئيل قليتا أبوه شقيلة لخير أو إيوة السكرتير مر إيشي شمون نورة صندوق أو إيوة السكرتير دي ابن أمتي أو خارطة هويلن شهادة دوا مودي لميرا فريدريك سموئيل قليتا سطرابة قربة من مر إيشي شمون وأول دختم رخلة هدية إيوة مدير مكتب مر إيشي شمون يعني أوم قلقس ولا تنافت بني تبقي تفلان هتخا وهو هاصر إيسو دكاني لا يواصر فسهذا دين أطرقه بتهاوي فدريك بنوتي خبو إقارك مشي قريل بطيانا من تمناخون شكل لكم داناخون ثلاخو تيو لكم فارو كان يذن بلكي مملي لك خيقاية يعني بيعشي لنا شمال قلاثة لا بس هنا مجبرين قد متلنا بنوتي قد كل برصوبة تيذي مودي لبريا قو محكمة بنوتي قد يذخ مودي لبريا قو محكمة قد هوين خا نظرة أجد تاثخ كامل لقا داود يدخ ماكي لإثي حكمدية وقد فلطخ أوش لشابيرة تمس كل ابن مل الدين تيدي مودي لبريا لا شكل خلان بهم الدوة ولا بهم الدوة لا موشي مره ولا فلان مره كل إثباتات ووثائق من تخلى كل قماخو دبنجا كرسي أخا إثوالا قنبل أخا كل بمزبط ياثا من تولى لقوم حكم موديل خيلة موديل شتية منوعية وسكيلة شتية كل ما تخرج له قد تويل البال قد أوضخ فايدة من دي قصة ابن أمتي دخيلة كهنة وجبدين بدانة شيتة شوية مزمن القضية دين هل أنا تمنه انتي لمن زدوثة مرئيش شمون انتي لمن خبث خيادة ولا أطراويل دري قلت قمر شمون قد زحي والئين قد أخني لابخ من دنة من جانب يومتي إديو يومانيشي للي أنا داري مقولا غير لا بالشوة ولا بالإستو خمشة أنا لما خليني كأشورايا لما خلي لا مرأة ولا مرأة صلاة وقفت خلان ترثنا أنا إم صوتي باسم شيخاي رشريشي ورشغالة أمي أنا مصوت من أن كتابية أما إم صوتي بس أشوراي لي ماصي سبك ثوهن مارا لي لا قبلت زكشميوا زد يا مرئي شي شمون خبي إقاري وألما نخلي نور صالي صندوقي دي بدكي ثوالي بتخمتي دي درسته بس أخني كتخمت تخمو تلقي أثرة لا أخني لا قطلخ لما قطلخ لأز شو لقى أنا عندي واذا دي ما عندي تاس قطلخ ما قطلخ لا إن بايخ أثرة كارك بوب صلاوي ما تارخ وردي وهو يخوري ودخيت لا وشكلخ لطوصة بني إسرائيل أما شب بني إسرائيل متيتو لطوصة قمت أشورتا إن بايشاق العرق وأخني طلع العرق بشم النيلة أرأي مزبطة إيلة بشم ابن أمتي أنتي لقم طارت إتلا زوزي ماري زوزي ما سيم هريلا رابا قدوم من ابن أمتي إن بيخ نبلخ لأخني أي قصة ديين قيوئين ما صدق خل محامية بمليون كتخ من برا عيال خئيث إسري دولاري بخشاو إسري دولار لما سكيلم زوج ما مليون رخ قدوني ما صدق خل أحسن محامية طوضخ مطالبة بيدي أو إلي بردين أي إلى أرأدين أنا اليوم خبي دخلنا يعني قاستراليا والله كان يدرق الأستراليا بدم برمني والله برمني داوقة ها بسي مرابة وفر نشتنا أبردية لخا جاء مليونة مليونة جاء لا ندرق دي بس أبقى لإتي حقوثة أبري ورشقيلة جارك مطاريني أستراليا لا ميلي تمريات أستراليا أنا أسترالي وموديث اللي جو أستراليا تدني وريشي كيبا وما خلنا تحية بس إتلي إبرو لجنيه ومجبرين جارك دقني خما حاميت لما ضرني جارك بالشين قتلين قتازين شكلين إبري لي خير ما بلكي معاملات تجارية دي من أستراليا تا تمن أي لم خمث الذين هلو قدية ملاي صوتي أي إن 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 أو من دي رابع مثقفين ما رخلنا بس إن لا تورخ لا أقير تيل بياشيكم الذين لا أخني ما خخم خاطب تغتير لا أخني جارك بش ما أخلا بش ما زد إخلا جارك وذخلا نفاخة بش ما بخكمت ما بيا
بيش ترامو بيش تسقل قامو كمات ما بيثي ثلاث مثلنا أنا مثقفين ديان خدش مبدلو لا لو ذولو جن أخو عقلاني أخني يذخ أو من دي ديق وتخمنت المستحيل اللي تقامو دي لأنه لتهم قيرة قيرة لتهم لتهم أقيرة تكلت وان أسرة جو أم مخقيرة وذاي قلتي لي مدم خبخته وخافة من دجمني دي قد شقلوا معلومات دي قد يذيب دخي بلخوا من دجمني دي هو خناشة مبرمياني ليه وخناشة بلا أخلاق وأدب سس وشرف سس لا أبا براتي دي بيلا أبا أنا بخليتو لي تنمثل لكو أو مسألة بس أو مسألة رابا خلاني يغزو خبة إطلاق أفراديا وقومت ديا وذاي تي لي هو شرف ديها قد قد منتي ومنتي لأسو بشنا أصلا نجدوني وشيبو ما كيف تتريش قداني أبا خني قارك شكل خطوص من أتخناش جو تخمنتت كل إلى سطاني بس صدقي لم سيطور الدنيا مودي موخة وجناهن بسمة جناهن بسمة والبقاء من جناهن بسمة تيلي موري أو قيرة خبة أمتا جواهن تيلي موري قيرة وخبة أمتا جواهن لأمتي أخني أنا مردن دين باي تخليل ديو لا تعيلا أختي لي مرئي شمون لورا صالي سلو تابوا الخكمة وذا سيد يعني لا لا طالبون لا عثرة ولا أثمنة ولا آية وهج مني ويثوان باور أقابني أمتي وأرآث دين أخني بشي خوة رابي من قرضاي بدانا دين أو من دي غير كذي تولي قداني تيلا ما رأى شرائي أن تيلا مهم لي كثاوة قديشاني لعاني مهمني مودي لميرا مريش الشبو وليلة منه سب كثاوة هن هتخلي بارا لا تقتل باركوا لعنيكم من ضربك على خدك الأيمن أدر له الأيسر أنا من دياني كأشورا أنا ليه فديد أنا بلضاني أنا قومر تعظيم صليني إن قواقع تخيو ثلاثة قلت بلخي خبوا إقارة مشيقورية بطي أنا منت من أخو مكيو بريشي قام أخو تبسيمة رابط مشيخ لبلدانا قدمي بالكتور الانتصالات من رابي بطرس إنا ولا لدقت وللن سباين فرقنا أو أخو سباين كل متين سبريتو لقاء ساعة 8 الأطفاء قد مصلنا أخو يومية خلق قاثت أن سهل قريتو لابن أمتي قبلش كديتو لقصة أوكي خبو إقارة مشيقورية لو شوقنا أخو من خزمرتا أنا قدي إلى خامن ماي فيفر سون سارين جابريل ورابا يمأثرا به دي ويعني يخشون إني صالة متحف زمرياثة يخمنا متن مارك ومتحف خبي قاري عزيزي طال من تمنا اخو خشي ببريخ لا كل اخو اي من شقت البنت كل اخو بوش بشان اليوم شو قلنا اخو من سالين جابرييل
Shorty is my love.